مساجد وصدح أنبياء أساسه مسجد كما كوانا تاريخ الصوم مري بيت الأحلام كوية تاريخ ما قصوا الشاكيني أسر كسر الملائك باب اللوضي إما يا آدم باب الله كدب من ولكس إبراهيم ومسجد أنبياء أساسه أما أي عسبون يسيه مسجد مكة مسجد المدينة نبي محمد با أساسه أسكمي ورد حد يقول قرن إيسا مسجد الأقصى بيت المقدس كوية لقرن إيسا ناسونا أنبياء أساسه أسر كسر هوري أساس النبي الله يعقوب وبنيه يعقوب يوليش يسيب أساسي وحال عسبون يسي نبي الله سليمان بن داود مركوا مسجد الأنبياء الثلاث صدح لها مسجدوي مسجد النبوي مسجد المكي إيوه مسجد الأقصى ومسجد الأنبياء يا أقدم بي مسجد مسجد المسجد النبوي أقدم بي نبي هو آخر الأنبياء مسجد كسون هو آخر المساجد هذا النبي هو آخر الأنبياء هاي بحقيقة لازمي إنه أفضل الأنبياء إياه مسجد كسرى محمد نقضي آخر مساجد الأنبياء أنبياء المساجد أساسا مسجد قدام به وهو أفضل المساجد ذاك لازمي مدينة ميلا بضم بيأدلو ذكت صيزا إن أيضا طاي أفضل المدن على الإطلاق مسجد الأوي هاي أفضل المساجد وبه أقول وركوات فانتين بيلت يعني صاحبه يعني حسن الباني الأورنجري أو رماها وهو قد ماله قد بيجرن ماي سو أفريقيا قد بيس إنه النول هنا ودنت هذا ورماي يا وحلو وصحو الألباني وبه أقول مرق هذا وحوه إيه وبه أقول ما قد وبه أقول أنا كنت أشين 98 كي 99 كي وهذا آدم سود عايدين شري وبه أقول بان كنت أشين أسوأ واحد تواضع بأن هينو مرق درين صنع إنه نجا أقوى يري يعني بحيو نقنق بطناء مركب بها أقول بان كل شيء صلاة في مسجدي صلاة قلت كذا مسجد كين هذا إيه كان أفضل وحكفة بنيها صلاة وحكفة بدن تايم من ألف صلاة كن صلاة ذو فيما سواه وحان مسجد كي كأهل قلت كذا كن صلاة ذو أميرك اللي قلت كذا وحكفة بدن هل صلاة مسجد كي اللي قلت كذا إلا المسجد الحرام مسجد كحرمة بدن موية ومسجد كيو صلاة اللي قلت كذي أوسن ديرين كن استنى على سكوها يستا استنى هذا أدنى قد موسى الحج إدين تاي حنا كذا قادم يسا وقال إلى المسجد الحرام لأن مسجد حرام هو مستثنى من المساجد مساجد هو مفضول لقفة بدن هاي والمستثنى من المفضول مفضول وكان فهدين بيلت نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد هو إلا المسجد الحرام مسجد الحرام قال لك صور استنوا لك صور مساجدي وكفض بدنا مسجد النبي محمد بقى لك صور ربي مساجدنا ومفضولة وحكفض بدن مسجد النبي جينا والمستثنى من المفضول ومسجد الحرام أنا مفضول ولا قفد بني هاي مع انه مركب حكى صبحي مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذا مسالك لو حجر تكون كنت صلاه بلا قدنت لكن مسجد الحرام انت ما غادوا 900 دير يا لا يابا 800 بقول ودير هي وي 900 دير مسجد كا دير اي انتو كفل البنيه مثل النبي حرم مثل الحرام لمد ما انتو كفل البنيه هاي مساجد كلي لكن ولي وحافظ بدن النبوي ميات فانت معاه لقى الله لانه السلف كان اسكو خلافه استناها بسكو خلافه لما واحد زو حكينيا مثل الحرام با كفل بدن مسك النبوي جاء لما واحد ما يحكينيا مسك النبوي وحافظ بدن لكن وحو مسك النبوي ديري هي مثل الحرام وحسن ديرين عفوا حدير يا وح كير انتو ديرا مسجد كلي اذا هذه كره حفظ بدن مسجد النبي وحكفت بمساجد الرنبا لكن وح كسر دوية المسجد الحرام بقى كسر دو اذا المسجد الحرام هو مستثنى من المفضول والمستثنى من المفضول ومفضول في نفسي هذه القاعده مالك باسطها مريا اصحاب تنسو وين كسر حين بقلتها اني إذن كنا هذا طلبا واي ميزان
وحدثني محمد رافع لكن الفهنتان وجن استلا كان رباه ايضا وقاضن الا المسح ان النص نص ماها على سوى وظاهر في تفضيل المسجد النبوي يما هي وظاهر في تفضيل المسجد المكي الحرم المكي ومساله خلافيه راي والدي لكن مسلمات قواعدها مودنا سيدا وهي سنجر رد كور المهم مالك يا جماعه من الصحابه والتابعين هل كاسي مرين ومسجد النبوي وفضي بدن بيليين واخر مساجد الانبياء نبينا واخر الانبياء هو افضلهم طيب اذا قد يضو هل كاس وي مدينه ان المسجد كذا ايضا يا نبي يضو ضدك اي كفي عن يهين يا دولكو ايام موقنا يسا هذا ان السمر ان بقعة ادونك وفض من اي تاي بقعة كتا الله المسجد النبوي نو قل يها رجحوك مدي هاي ان اي مكة يا مسجد كذا فضي بدنيين حق الصلاة يدن كستبا وحود دليل شدي حديث كي اها نبي محمد با مالك فتح مكة انتو سعود الاستاقم مكة وحجري ان والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت حديث كتير من قصه من النساء بود دليل شذي حديث كاسنا لبا وجب لك جوابه مروحة وحديث مختلف فيها وحديث مختلف فيه مرم بدن باكتا دار قدني عيل كيسا كن سيديت بقول كنت ضوابط بقول افرتني صدح اختلاف بضم بوكيني هبل رجحوا طريق الرجحي كذلك ابن ابي حاتم اختلاف بضم بوكيني سيدت بقول يصد طريق هبل رجحي ترمذينا صدح كن سقال بقول الا باتم بوعيل الذي سكو شيء طريق بها الرجحي انت سوا حق سند كما كان لقى هالو حق معناها انا وحادي عكرتا اللي يدي ما حلقا واقور من نبقى سيدا ليه ايوا يوم فتح مكة هاوشا مدينة كو سابسا هي تفضيل كذا يحكام تدنا وفي اخر حياتي عليه الصلاة والسلام وحصوص سكتان هذا اللي كان يوم فتح مكه النبي يقول بناء على صحتي ضابا اذا نسلم حد يقول صحيح اذا نسلم انه اها بعد ما النبي صور شيء مدينه فد كذا هي إيه انها حرمتها هي دعائي سكدب انه حديث كان الله ما هي تاريخ الله ما هي ظاهر النصوص انه حي ابضنتها اني مدينه فد بضنتها بقعه ومسجدا وصلاه سوى البخير بضنتها حديث كلو شيء او حديث كعبد الله بن الزبير صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام هذا أفضل من مئة صلاة في مسجدي ونوير حديث حسنة وصواب حديث معلول عند النقاد هذيك أصوب ماصحين هذيك أورانية صلاة اللي قلت كذا مدينة مسجد كذا هي مدة اللي قلت كذا مسجد حرم المكي بقول بيسديريه بقول ما أصحين صدرتيت انه صنع السحين وضعيف وحاشا بخاري في علل الترمذي بقول طباني افر كفيريه كذلك بزار باشا في مسنده لبكن هل بقول سقاشن يلح ابن ابي خيثان في تاريخه اسقنا مجله تسدحات بقول فتني سديد وحديث معلول عند اهل العلم كاسو مركز اسكدا اذا نص لما هي شيغي هي ان مسجد الحرم المكي وكفد بلاي هاي مسجد كنبي محمد نسكه هنا الا المسجد الحرام نظاهر زوحوها انه مسجد مدينه فض البدنيه هاي ومسجد الحرام وكفد البدنيه هاي وحكير انتو كفد البدنيه مسجد كالي وانا زوجي والاستناد من المفضول مفضول والمستثنى عفوا من المفضول مفضول ولا كفد البدنيه هاي افضل كن هو مسجد النبوي عليه تعالى مساله اجتهاديه خلافيه اختيارك هي ترجيحنا وحلو الدنيا نو الباركتيزا اقونتيسا انون محالي ديري وبه اقول وبما قال مالك اقول طيب اهل المدينه وركو وضان راعينا مرك حق ابا ان بدن بالحق اشوب زينه حق اشوب انت انا كبحين اقول كصاب سن لبا صلاه دمسك نبي محمد ايان وحير كتل مامينا اي مدى الشافعيه وحسكم ما ندافين نبي وحور المسجد كيان كان او اشار وعيمي صلاة في مسجدي هذا حمد المامية انت قوقار ريدة ويقار ريدة مسجد كي سيئد بو نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام انتو نبي اقامي انتو نبي كو اقام مسجد نبام يا لغا ودا مثل مجموع المسجد باللو جيدا با اسكم عنا في الشافعي فقادة من اسكم عنا في نو حر رجحا انت مسجد اهيد واغو نبي قلنا عليه الصلاة والسلام أم بعدد كتكت أدهليسا فضلا أصقعه
أنت دنبه لو قدره زيادة عثمان قدره صحابة قدره لواسعية ربن أمي قدره هذا كنت كتو وحلمت هذا كنت كدي مسجد بلال وكم يدفنتي نو هالكاس وكل نفته كفر سورة أو شو عن قشر حي في كتاب المناسك كفر سورة مسجد كهرباء وقال أنت أهيد مسجد حلي النبي محمد وبعد كه ليس فضل عن أسرع هذا ملهم بنان كي رئيس عد كفر يزوت أي ريبن أمي أي عثمان أي واسع توسع كفر يزوت محلمت هذا كنت كذي لي قضاء إسلي ده هذا كنت كذي نو هالكاس وكاس بتكعيه حق لكن محمد نظر كفقي انه كان مسجد هو اصل طبعا هو عليه والتابع لا يفرض بحكم تابع حكم بني الله ما سيو مسجد النبي محمد انت دون الله واسع يو سي الله والله هنو سو قالوا اسلي هنو سو قالوا ومسجد كيس عليه الصلاه والسلام مرك الله تعالى محل ورن هيا مسجد النبي محمد كسو تكدي ومسجد النبي المسجد النبوي أسأل كيسية فرعيزه وإسراعها هيا إلهي فلدك يسونا أنت وحكوين بطاقة سادة المحب الطبري محب الدين الطبري الشافعي كتاب كيسية الأحكام الكبير وهذا لطابع وارا مخطوط أها إيه كتاب كيسية المناسك وحكو تكتيك سدي إن مسك النبي محمد أصلا وفرع نسكو حكم بهاي هوش النووينة أنا لغي يلين وأنا أقران أسودويين اسكو دويين لو كتاب ولا طبع الدريري مركا هوشاس سي خلاف لوغه بخدي كو سوره غليسو هره او دقه روضه تك اكتيد حديث سعد غاري ويدو ميلهان دا دحا اسكو خلاف كان مش مساله كو جرا ولا اسكو هيستا